بإعلانك عن طلب المشورة القانونية. استشر محامياً إذا كانت لديك استفسارات إضافية. شهادات إمكانية التوظيف واستعادة حقوق المواطنة، بما في ذلك حقوق التصويت للمناصب العامة. هل أنت مستعد لتحسين حظوظك في الحصول على وظيفة بعد إكمال عملية الشطب؟ خطوتك التالية هي الحصول على شهادة إمكانية التوظيف. هذه الشهادة هي نوع من أوامر المحكمة، وتذكر أن القاضي راجع سجلاتك الجنائية وسلوكك منذ إدانتك الأخيرة وسمعتك في مجتمعك بناء على آراء المرجعيات التي قدمتها. والأهم من ذلك، تنص الشهادة على أنك بناء على مراجعة القاضي لا تمثل خطراً على أي شخص، ويمكنك العودة إلى العمل بأمان. تساعدك هذه الشهادة في الحصول على وظيفة لأنها توفر فوائد قانونية مهمة لصاحب العمل. تخيل صاحب عمل يقارن بين متقدمين لوظيفة لهما نفس السجل الجنائي. إذا كان لدى أحد المتقدمين شهادة إمكانية التوظيف وليست لدى الآخر، فمن المرجح أن يوظف صاحب العمل مقدم الطلب الحاصل على الشهادة. للحصول على شهادة عليك فقط أن تثبت للقاضي أنك مواطن نزيه ومستقيم منذ إدانتك الأخيرة، وأن سمعتك تعكس هذه الحقيقة. لتقديم طلب للحصول على شهادة عليك تقديم التماس إلى المحكمة. الأوراق المطلوبة متوفرة عبر الإنترنت لمعظم المقاطعات. سيطلب منك تفاصيل عن تاريخ عملك الكامل، بالإضافة إلى الأشياء الإيجابية الأخرى التي حدثت منذ إدانتك. يتضمن ذلك أشياء مثل خدمة المجتمع ومتابعة التعلم والعمل التطوعي وأي أشياء أخرى تظهر أنك تساهم في مجتمعك. كما سيطلب منك تقديم شهادات من أشخاص يقولون أنك مواطن نزيه ومستقيم. بعد ذلك سيتعين عليك المثول أمام قاض كي يطرح عليك أسئلة عن طلبك أثناء التقدم بطلب للحصول على الشهادة. يمكنك أيضاً أن تطلب من المحكمة إعادة الحقوق التي فقدتها لإدانتك بارتكاب جناية، وتشمل هذه الحقوق التصويت أو شغل المناصب العامة أو الجلوس في هيئة محلفين، بالإضافة إلى بعض الحقوق المتعلقة بالسلاح وغير ذلك، من خلال تضمين هذا الطلب كجزء من طلبك لشهادة إمكانية التوظيف. يمكنك إكمال كلتا العمليتين في خطوة واحدة، وسيتطلب منك ذلك بضعة مستندات إضافية وحسب.